الحلقة الجديدة من برنامج حروف، نتعرف إلى المتسابقين من الفريق الأحمر ماجد وسالم والفريق الأخضر عقيل وبدر. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بالحرف حاء، شيء يأكله المواطن أكثر من مرة في اليوم. تفضل. الحلويات. إجابة خاطئة. تفضل الفريق الأخضر. حفريات. أحسنت، إجابة صحيحة. تفضل باختيار حرف. حرف الواو. سؤال بحرف الواو، ما الشيء الذي يتمناه الطالب بعد خروجه من الجامعة؟ تفضل الفريق الأحمر. وظيفة. إجابة خاطئة. تفضل الفريق الأخضر. واسطة. أحسنت. تفضل باختيار حرف. حرف الياء. حرف الياء. سؤال بحرف الياء، ما الشيء الذي فعله المواطن السعودي في الصيف؟ تفضل الفريق الأحمر. يسافر. إجابة خاطئة. تفضل الفريق الأخضر. ياكل تبن. أحسنت.